بديت المعهد الموسيقي في 93-94 مع السي الزعيم العلوي عبد الكبير اللي كان حفزني باش ندرس لو شون، وقال لي انت الصوت من الاصوات الكبيره وتقدر تولي في المستوى وتوصل بعيد. وقرات السولفيج عند السي اليازغي عند السي بن عابد الموشحات، ويعني كملت يعني مدرس بزاف 4 سنوات ولا 5 سنوات، يعني هذه هي الدراسه اللي درستنا في المعهد الموسيقي. جاتني القرعه ديال امريكا والتحقت بالديار الامريكيه، وكانت هذه هي انطلاقه. درست مع الاستاذه مارتا فاندر ايك، درست معها واحد 6 سنوات عندها في البيت، كانت تضيفني كل نهار تنجي نخدم مع الصوت ديالي، وحفزاتني حتى هي ودرساتني ودخلاتني لوبيرا ديال ميشيغان. ودرست مع الاستاذ سكات مستر باشر لانه تا هو حفزني ودرسني، والحمد لله اني خدت الدبلوم ديالي في لافوا في ولايه ميشيغان، وخدمت مع ولايه ميشيغان والكورال ديال ميشيغان، وهذيك هي الانطلاقه. لا بالعكس، انه تيحفزوا بانه بيستيقوني انا مغربي، راه تيفرحوا تيقول لك المغرب عندكم هذا الشيء كله، احنا ما سبحان الله العظيم. وكانوا تيتمناوا، كاين اصوات ضعيفه انها تتمنى باش يكون عندها صوت بحالي، وسبحان الله، لانه هاد الاصوات هاد الصوت هذا عطاه لي الله سبحانه وتعالى، ماشي خلقته انا، عطاه لي الله سبحانه وتعالى. والحمد لله لقيت تحفيز كبير من عند الناس والاساتذه الكبار. علاش لا؟ لانه الى مشيت، لانه كان معهد ديال الرباط، انا ما التحقش بمعهد ديال الرباط، لانه في معهد ديال الرباط نقدر نمشي لفرنسا وندرس ثاني ويكون ثاني يمكن يكون اقوى، ولكن في ميشيغان دوك الناس يقولوا داك الشيء اللي لانه حفزوني وعطوني، انه حتى انه كانت الحصه ب 50 دولار يعني 10000 ريال الساعه، وديك الساعه ما كانش الامكان عند الاستاذه مارتا فاندر اكس نقول لها راه بزاف عليا ما نقدرش نجي خمسه. قالت لي حتى ولات بلي سمعت صوتي كانت تقول لي تعالى نخدم معك فابور، وهذه هي سبحان الله لقاتني عطاتني تشجيع مسكينه الله يرحمها، وهذيك هي الانطلاقه. والجمهور يحفزنا ويساعد كاع الطلبه اللي تيجيو هنا يدرسوا، لانه الشون كلاسيك راه ما كاينش اصوات كبيره، كاينه اصوات عندنا ولكن ما كاينش الناس ما تتقيدش، لانه كاين لمشيتي لجبال الاطلس راه تلقى اصوات كبيره جدا.